العالم كمان فترة هيشهد تكنولوجيا جديدة، وأظن كلكم سمعتوا عنها، وهي تكنولوجيا الفيسبوك ميتافيرس. باختصار يا جماعة، النظارة دي بتاعت الفي آر هي بوابة العالم الموازي. لا ما اقصدش العالم يا جماعة الموازي ده، يعني دول أصلا مش محتاجين في آر عشان يعيشوا في عالم موازي، دول لو لبسوا الفي آر هيرجعوا للواقع. يعني أنا أقصد يعني أنت لما بتلبسها بتروح لعالم تاني بجد. وزي ما العالم خلق عالم موازي، مصر وجبت التكنولوجيا دي فعلا وقدرت تخلق عالمها الخاص. مش تقول لي بقى كل واحد جوه شقته يا مارك، لا يا معلم تعالى مصر اتعلم منها. مصر الحمد لله عملت عالم موازي احدث من كده بكتير، هو ده فعلا اللي البسه الفي ار عشان اعيش فيه. يا جماعه اللي انا شايفه ده بجد مكان مش موجود في اي دوله على كوكب الارض الا في مصر. الخبر الرئيسي الحقيقه، افتتحت وزاره الداخليه مجمع سجون وادي النطرون. مجمعا للسجون، هو مش سجن، مش سجن، نلغي من قاموسنا حكايه اسمه سجن، شلنا بقى الكلمه دي ونلغيها. مفيش سجن، ما عندنا سجن، ما تستغربوش. وما بقاش اسمه سجن، اسمه مركز الإصلاح والتأهيل، أكبر مركز شرق الأوسط كله، أكبر مراكز في العالم، أكبر مركز. دي السجون المصرية يا بتوع هيومان رايتس ووتش. المركز ده عامل إزاي؟ وكأنك رحت فندق خمس نجوم، الزنازين فنادق. المبنى اللي حضراتكم شايفينه ده مش بس مبنى، هو مش مبنى، اللي أنا شايفه ده مش معقول، سموه كومباوند. أيوة زي ما بقول لحضرتك كده، إبهار. ما عندكمش في بلادكم الكلام ده يا بطوق العفو الدولية يلي كل يوم والتاني تقرير على مصر. ايه ده، ثانية واحدة، يا نهار ابيض، ده كل حاجة اتغيرت يا جماعة في العالم الموازي، ما عدا مين ده برضو مش عارفين هو مين. وايه المكان ده؟ انتوا متأكدين ان الدولة ما اجرتش ماونت فيو اسبوعين حط فيهم يعني السجناء على ملاجئة حقوق الانسان تخلص اخرها وتمشي؟ معقولة ده مبنى السجن؟ هو مش مبنى، كومباوند. السجن خلاص شلناه وبقى في عقلك انت يا مواطن. نعمل لكم ايه تاني عشان تعرفوا ان في عندنا حقوق انسان؟ نخلي المسجون ينزل الاثنين وخميس يقضيهم مع اهله عشان ترتاحوا؟ لا انا بطالب السنه الجايه نستضيف مهرجان الجونه هناك. ثانيه واحده، الو، ايوه يا حبيبتي، انت مش كنت عايزه كده مكان تسافر تغير جو فيه من فتره؟ خلاص لقينا المكان الحمد لله، تحفه تحفه، هو محتاج بس تقولي رايك في البلد عشان نروحوا سوا. طب بصي احنا ممكن نمسك يافطه ونقف في اي ميدان، فيزا على هناك على طول. اوكي يلا سلام. ده انا سمعت ان في مسجون راح سلم نفسه اداره السجن قالت له سوري الدخول كابلز اونلي. ايه العظمه دي، ايه الجمال ده، يا هيومن رايتس ووتش تعالي بصي يا اختي وشوفي، عشان الاقي التقارير بتقول ان احنا بنقبض على الناس من غير تهم. ادينا عملنا لهم حاجه جوه تسليهم لحد ما يعرفوا هم مقبوض عليهم ليه اصلا. يا جماعه ده اللي فاتح صدره قوي بيقول اتفرجوا يا بلاد بره وتقروا على السجون اللي عندنا، ده فيها مميزات مش موجودة في أي حتة تانية، نظافة، تهوية، غذاء صحي للسجناء، ولايف كوتش، كورسات يوجا، حمام مغربي وجاكوزي، قعدة عربي، شيشة، مفاجآت تانية كتير. بصراحة بنشوف حاجات في السجن مش موجودة في الحياة الواقعية. بالمنظر ده يا جماعة أكيد المساجين اللي جوه هم اللي بيقدموا على زيارات عشان يخرجوا يطمنوا على المساجين اللي بره. شفتوا مصر اتطورت ازاي في الفي ار وخلقت عالم تخيلي جديد؟ صدقتوا بقى إن الحلقة دي من المستقبل؟ أنا بجد من ساعة ما اشتريتها وأنا بكتشف عالم موازي جميل قوي في مصر. لا معلش بضحك بس، اصل في واحد من الجمهور ورا بيقول ان الكلام ده في الحقيقه مش في الفي ار. هنهرج بقى، هنهرج، انتوا عايزين تفهمونا ان احنا عملنا كومباوند، منظمه العفو الدوليه نفسها، مش بتشوفوا في بلادها كل ده على ارض الواقع؟ مش مصدق طبعا. طب خلاص بص، لا يفصل بينه وبينكم ان احنا ندخل ونشوف ايه اللي في السجن من جوه فعلا في الفي ار. هو مش سجن، سوري يا خيري، يعني جوه نادي الاصلاح والتاهيل ده، ولما تشوف اللي جواه هنعرف اذا كان فعلا موجود في الحقيقه ولا في الفي ار بس. السجن ده او مجمع السجون ده عامل ازاي؟ اللي هو بقى ايه، المكتبه، المكان اللي بيمارسوا فيه الهوايات، وعندي مكتبه موجوده، عندي ملاعب رياضيه موجوده، ملاعب التنس، ملاعب كره القدم الخماسيه، بيلعبوا زي ما هم عايزين، اللي عايز ملاعب الباسكت بول، طايره، اي حاجه اللي عايز اتفضل، مدارس، ملاعب تعليم تكنولوجي، ومجهز كمان بوسائل الرفاهيه للنزلاء. وقفت مع اتنين بيرسموا على الازاز، الرسم، الموسيقى، والناس اللي بتغني والناس اللي بتعزف وناس بتغني، بيغنوا اغاني وطنيه. ايه ده دخلنا كمان، ما صدقنا لقينا الاغاني الوطنيه. تخيلوا ان كل زنزانه هتفيها شاشه اتفرج على كوره، شوف الماتشات. لما دخلنا المطابخ غذاء صحي للسجناء، ودخلنا لانهم بيخبزوا وكلنا
عيش سخن، تاخد العيش بتاكله من حاف، وعيش جميل جدا. اماكن اللقاء زي ما كنا بنشوف في الافلام الاجنبيه، وقاعدين على ترابيزات شيك جدا. الناس دي هتشتغل وبتاخد مرتب على شغلها، ياخد قرشين يقدر يبتدي بيهم اي حاجه او يعملها، كانك بره المركز بالظبط. انت ممكن توصل انك تعمل 4 و5000 جنيه في الشهر واكتر من كده كمان. ايه الراحه النفسيه للسجين اللي هو قد اكون انا؟ ده معمول لمواطن مسجون. ايه ده؟ كل ده للمواطن المسجون؟ ومرتب بيوصل ل5000 جنيه؟ وكمان للمواطن العادي؟ يا انا اول مره في حياتي استنى القبض بفارغ الصبر. لا القبض عليا مش قبض المرتب. ده في ارض غريبه قوي، ده معدل البطاله جوه السجون اقل من بره فيها. والناس اللي بتغني والناس اللي بتعزف وبتغني، لا احنا عمرنا ما نقتل الموهبه جوه السجين. نقتله هو ماشي اوكي الاعمار بيد الله، لكن نقتل الموهبه؟ استغفر الله العظيم يا جدعان، مش اخلاقنا ابدا. مش ممكن، ده حرفيا سجن معمول بستايل اجنبي زي ما كنا بنشوف في الافلام الاجنبيه. بس هو وقت الزياره في سجن وادي النطرون مش زي الافلام الاجنبيه للاسف، بتضطر تستنى ساعات عشان تدخل 3 دقايق بس. قاعدين على ترابيزات شيك جدا. ده ازاي بيدخل جوه المسجون يقول له شيك قوي الترابيزات دي ويطلع تاني؟ اكيد يا جماعه يقصدوا يعني كل ده جوه العالم التخيلي في الفي ار صح؟ ده حتى شيرد بيقول تخيلوا، اللي هو وسعوا خيالكم. خيالوا ان كل زنزانه فيها شاشه. حاول تتخيل كده معايا يا عزيزي المشاهد. تعالى كده جيب اي زنزانه عشوائيه وحط فيها شاشه. اي حاول كده طب يمين شويه، طب يعني طب حطها كده من اي 2. سامحنا يا شيردي، حاولنا نتخيل معاك بس ما لقيناش مكان للتلفزيون في الزنزانه، ما قدرناش نعملها بالفوتوشوب. ما اعرفش بصراحه انت عملتوها ازاي في الحقيقه. انا خايف اسرح بخيالي اكتر فيقول لي كل زنزانه فيها اشتراك بين سبورت ونتفليكس. هنروح بخيالنا فين تاني؟ مدارس، ملاعب، تعليم، تكنولوجي. خلي بالك بقى، عشان لو انت اب وخايف على اولادك انصحك تعلمهم في السجن بدل ما تدخلهم فصول بره يقعدوا على الارض. طب بلاش، قول لي كده، تقدر وانت في المدرسه تلعب ولادك تنس في الفسحه؟ في السجن تقدر ملاعب التنس ويمرنهم نادال بنفسه. التعيين دلوقتي في السجون بينزل معاه كور تنس زياده وفوط عشان يمسحوا عرقهم. يا جماعه ده احمد موسى واخد راحته خالص جوه العالم الافتراضي جوه السجن. وكلنا عيش سخن. يا احمد يعني الواحد كده بيدخل السجن قلبه يتقبض من حاله المساجين والسجن والناس مسجونه وزنازين، انما احمد موسى دخل على الفرن على طول. تاخد العيش بتاكله حاف. احمد دلوقتي ما بيجيبش العيش بتاع البيت بتاعه غير من طابونه السجن. عالم افتراضي بقى. المهم يعني احمد موسى بقى فطر وملى بطنه، شوف مزاجه بقى، قام قاعد يغني مع الفرقه الموسيقيه. متاكدش فيها يطلع بس يحضروا حفله جوه السجن الودز. بس ايه ده غريبه يا جماعه، انا اول مره اشوف احمد موسى بيرقص، طول عمري بجيبه هنا يطبل. غريبه. لا احمد موسى لو كح هيدينا سيمفونيه طقس. ما عندوش لوز في بقه، عنده صاجات. وقفت مع 2 بيرسموا على الازاز. تخيل تبقى قاعد هادي جدا في يومك الطبيعي جوه السجن، بترسم كده صوره عاديه، تطلع للرئيس السيسي وتلاقي حد بيصورك على غفله. سبحان الله يا جماعه، ده لولا انه مات كان قال ان فان جوخ هو اللي بيعلمهم الرسم جوه. طيب اوكي يا جماعه، اوكي ده الجزء الابداعي، احنا بقى عايزين نشوف الجزء الصحي وجوده العلاج جوه عامله ازاي. انتوا عارفين دايما المبدع مصاب. لا انا لازم اطمن بنفسي في العالم الافتراضي على صحه المبدعين دول. لو تشوف المستشفى، لو عندي المستشفى يوسف انا عايز المستشفى. المستشفى ده المدخل. مستوى النظافه بالمستشفى لا يمكن انها تصدق هناك. مستوى الاهتمام بالمستشفى، مستوى العنايه بالمستشفى تسر الناظرين زي ما بنقول، شيء لا يمكن تتخيله. مش هتصدق انا نسيت ان في السجن. شايف ادي مستشفى مجهز باحدث المعدات والاجهزه الطبيه، اعلى قياسات الجوده اللي موجوده في العالم. انا شفت غرف رعايه مركزه اللي ما شفتهاش في مستشفيات خاصه كبيره. افضل مستشفيات في مصر ما فيهاش هذا المستوى. مستشفيات ما عندهاش الاجهزه دي. لا ابالغ والله العظيم، والله ما شفتها في ارقى مستشفيات مصر، اقسم بالله. فيها غرفه عمليات مجهزه على اعلى مستوى، اخطر عمليه بتتعمل في المكان ده. السجين احدث أجهزة بتعمل له عملية قلب مفتوح بما فيها عمليات القلب، عمليات اوبن هارت. المستشفى دي فيها قسم طب نفسي. احنا دخلنا لقينا 4 سراير وتلفزيون والحمام نظيف جدا. يا خبر ابيض، يا نهار ابيض. لدرجة ان واحد من الزملاء قال لهم يا جماعة الأوضة واسعة قوي، ليه ما تحطوش فيها سراير تانية؟ طب ومين اللي بيحدد الكلام ده؟ قال لك الأطباء النفسيين. انتوا عندكم أطباء نفسيين؟ قال لك طبعا يا فندم. ده لمين؟ ده للمواطن اللي بره لا ده للمواطن اللي جوه. لا ما تبصليش كده، الكلام ده مش للمواطن العادي اللي زيك، المستشفيات ديت للمواطن الفي اي بي اللي دخل السجن.
ده ربنا يحفظ المساجين من عيونكم اللي بره. لا ركزوا معايا، اللي بره كباري اللي جوه مستشفى. نفرق بقى عشان ما نلخبطش الدنيا يا احمد. انتوا عندكم اطباء نفسيين؟ قالك طبعا ده فاهم. لا دي الصراحه اللي بره هم اللي محتاجينها بعد اللي بنقوله ده، مش اللي جوه. بجد المستشفيات يا جماعه هنا هي فعلا اللي تحفظ حقوق الانسان، لكن اللي بره كفايه عليها قوي حقوق الحيوان. ده الواحد بيشوف العجب والله هنا. والله ما شفتها في ارقى مستشفيات مصر. بتتكلم عليها وانت مبسوط قوي كده ليه؟ بتعاير باقي الشعب ليه؟ الشعب من حقه برضه يتعالج كده. يعني دي مشكلتهم يعني ان هم ما عملوش جريمه؟ انا متخيل كده يا جماعه واحد عمل حادثه وهو واقع على الارض، اللي يقرب منه يقوم غزه عشان يتعالج كويس في السجن. لا الغزه ما جاتش فيه او مش هتدخله السجن، هيقوم نادي على الاسعاف، تعالى تعالى اسعاف بسرعه بسرعه. عايز اقول لك على حاجه. بقول لك ايه؟ انا المعارض الرابع في مصر. طب نعمل ايه؟ يعني نخلي الهيومن رايتس واتش تكتب تقارير عن حقوق الانسان اللي بره عشان تعملوا مستشفيات زي ديت؟ ده الواحد بقى بيخطط لمستقبله غلط. ندخل مدارس ونتعلم وندور على شغل عشان ناكل ونتعلم ونعالج نفسنا. يعني ممكن تخطط لمستقبلك كله لو ارتكبت جنايه واحده. الاوضه واسعه قوي، ليه ما تحطوش فيها سرير ثانيه؟ لا يا باز، ده سيستم في الدوله، هم دايما متعودين يسيبوا المنشآت فاضيه عشان الحسد. بس سبحان الله مستشفى سجن بالعظمه دي اتبنت في الوقت القياسي ده. ده احنا لحد دلوقتي بنلم تبرعات للمستشفى 57. لا انتوا كده يا جماعه بتضحكوا علينا. معقوله مصر من بره تبقى مش متطوره والسجون جوه يبقى فيها كل ده؟ وعايزين نصدق ان ده على ارض الواقع؟ طب نفكر من زاويه تانية، جايز يكون المكان ده اصلا كان بيفري هيلز وهم يعني فضوها للسجناء. طب جايز يكون المكان ده حاجه غير السجن واحنا مش فاهمين. طب اوكي الناس اللي بتقول يعني ان الدوله بتأفر، بصوا بقى الفيديو اللي جاي ده هيثبت ان كل اللي انتوا شفتوه ده واقع مش افتراضي. مركز الاصلاح والتأهيل بتاع وادي النطرون ده مش مجرد سجون يا جماعه، او مش مجرد اماكن احتجاز. الحقيقه ان هو يعني مكان متميز، مكان الناس تقدر تمارس فيه عبادتها، المسجد والكنيسه. شفت مسجد الناس بتصلي فيه؟ مسجد وكنيسه، بيجيب له ناس رجال دين يقوموه. ببدا ان انا اديله صحيح الدين. في ناس من النزلاء دول، في ناس ما صلتش بقالها 3 سنين وخمس سنين وفي ناس بقالهم داخلين جديد بقالهم 5 6 شهور ما صلوش. في واحد بيقول لي انا ما صلتش بقالي 13 سنه. قال لك بقالي 13 سنه ما صليتش، فقال لك لاول مره نصلي لما جينا هنا. يا سلام على التأهيل الديني يا اولاد. بجد ده في واحد كمان من المساجين قال احنا اصلا ما كناش لاقيين مسجد طول الفتره اللي فاتت دي، ده احنا اتجهنا لعباده الاصنام من الفراغ يا اخي. قال لك بقالي 13 سنه ما صليتش. اللي ما تعرفوش بقى يا احمد ان الراجل ده مقبوض عليه اصلا عشان ما بيصليش. قالوا له تعالى تعالى انت ما بتصليش ليه؟ داخلين جديد بقى لهم 5 6 شهور ما صلوش. هم داخلين جديد الاسلام ولا السجن؟ بس عشان ابقى فاهم يا احمد، اصل احمد موسى لو اندمج شويه ممكن يقول لك الصلاه جوه احسن من بره، ده العشاء جوه بيصلوها ركعتين بس عشان راحه المساجين. وانا اللي كنت فاكر ان هم مهتمين بحاله المسجون الصحيه والتعليميه والنفسيه بس، طلعوا الدنيا كمان. ايوه اتاري المخبرين دايما بيبقوا واقفين عند المساجد بيشوفوا مين اللي خشوعه ناقص وياخدوه على جامع السجن، خايفين على ايمانه. انا سمعت كلام ان الفتره الجايه الضباط هتبدا تقبض على ناس مش مربيه دقنها. يا جماعه اسمعوا مني اسمعوا مني بجد، خلفوا وارموا عيالكم في السجون. بس يا ريت بس وانتوا داخلين السجن تبقوا لابسين الفي ار عشان ما تتخطوش.